السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبابي في الله قضية مهمة بدأتها مع حضراتكم في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي وهي قضية الساعة والحقيقه هي قضيه كل ساعه دائما ينبغي علينا ان نفكر كيف نثبت على عباده الله وكيف نثبت على طاعه الله عز وجل. قضيه الثبات اخطر قضيه يعيشها المسلم في حياته لان كثير من الناس يتارجح ويتذبذب ويتلون ولا يستطيع ان يثبت على الايمان. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقه الماضيه في مقدمه عن اهميه وقيمه الثبات وان من اهم قضايا او من اهم فوائد الثبات على طاعه الله عز وجل معونه الله عز وجل عند الموت ومعونه الله تبارك وتعالى عند الموت تتضح في الملائكه الذين هم مكلفون بان يبشروا اهل الثبات واهل الاستقامه وهم على فراش الموت بالامن وعدم الخوف والبشاره بالجنه فترى الميت على فراش الموت وهو في السكرات حينما ياتي الملائكه او حينما تاتي الملائكه لتبشره بهذه البشاره العظيمه جدا تراه على فراش الموت يتبسم ويضحك ويسعد وتحدثت في عوامل من عوامل الثبات ذكرت التعلق بالله عز وجل من خلال تحصيل محبه الله تبارك وتعالى وده يعني حاجه كده باختصار في عجاله وممكن ان شاء الله التفصيل بعدين المهم ان يحصل العبد محبه الله فاذا احب القلب الله جل جلاله وتعلق القلب بالله الانسان من حب لربنا هيهتم بعبادته ويهتم بطاعته لله تبارك وتعالى ويثبت على الإيمان ويستحي أن يعصي ربه تبارك وتعالى يبقى تعلق القلب بالله عز وجل اتنين تعلق القلب بكتاب الله سبحانه وتعالى وطبعا ده برضو من الموضوعات المهمة اللي سأوليها عناية خاصة جدا جدا في, في ما يستقبل من حلقات بإذن الله تبارك وتعالى اللي هو إزاي نحب القرآن؟ وازاي نصلح علاقتنا بكتاب الله تبارك وتعالى وده موضوع الحقيقه موضوع في غايه الاهميه وفي غايه الحيويه باذن الله عز وجل كلام عملي ايضا. آه الامر الثالث اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم هو ذكر الله عز وجل. وبينت ان الانسان لما يكون كثير ودائم الذكر لله تبارك وتعالى بيتحصل من ذلك الثبات من خلال نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى هي تهوين الطاعة إن الطاعة تبقى شيء هين وشيء سهل على الإنسان وإن الإنسان يعان على الطاعة من خلال الذكر والعمدة في ذلك حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي حاسس إن الأعمال الإيمانية كثيرة جدا جدا وحاسس اني تايه ومش عارف اتصرف ازاي ومش عارف اعمل ايه ومش عارف يعني لزحمه الاعمال ولضيق الوقت اقدم ايه واعمل ايه فبيقول له رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على شيء اتثبت به فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وانا عايز يعني اؤكد على المعنى المهم ده كلمه لا يزال لسانك لا يزال دلاله على الاستمرار رطبا من ذكر الله يعني ايه انت وانت بتتكلم الريق يجري في فمك بسبب الكلام يعني فعل الكلام بيجري الريق وفعل الكلام بيجري رطوبه في اللسان او في الفم آه فالرطوبه دي رطوبه اللسان لها اسباب محركات كلام كتير طيب اجعل كلامك كله بقى ذكر لله عز وجل انت لما تعود لسانك الذكر ورطوبه لسانك تكون بسبب ذكر الله تبارك وتعالى ستعان على كثير من الطاعات يبقى الذكر فايدته ان يعان العبد على طاعه الله الفائده الثانيه للذكر فيما يتعلق بقضيه الثبات بصفه خاصه الحصانه من الشيطان الحصانه من الشيطان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذكر الشاهد فقط انه قول النبي عليه الصلاه والسلام فإن العبد احصن يعني احصن؟ يعني اشد حصانه احصن ما يكون من الشيطان اذا كان ذاكرا لله تعالى يبقى اشد حالات الحصانه اذا كان ال 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 هذا اللسان ذاكر لله تبارك وتعالى يحصن العبد من الشيطان لأن الشيطان لا يريد لك أن تذكر ربك ولا يريد لك أن تقترب إلى الله عز وجل الشيطان يتغاظ جدا جدا لما تعمل طاعة لسيامة قرأت القرآن لسيامة السجود لله عز وجل الطاعات عموما وعايز أقول بصفة خاصة القرآن القرآن يعني إحنا ما وردش في القرآن امر بالاستعاذه من الشيطان الرجيم، الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم عند فعل شيء الا عند قراءة القرآن. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل فإذا صليت او فإذا حججت او فإذا تصدقت انما قراءة القرآن. وده ان دل على شيء انما يدل ان الشيطان بيطغز جدا جدا لما تقرا القران وغيظ الشيطان ده انعكاس لايه انعكاس ان اكتر حاجه هتتسبب في هدايتك وثباتك على الهدايه وثباتك على الاستقامه القران الكريم القران الكريم بينمي مقام الحب حب ربنا القران الكريم بيزيد بي في الحسناء الحسنات ويزيد في رصيدك عند الله عز وجل عشان كده الشيطان يتغاظ جدا جدا من ذكرك لله من خلال القران الكريم. يبقى دي ثلاث حاجات قلتها لحضراتكم في الحلقه السابقه وبقيت اشياء من اهم هذه الاشياء يا احبابي واخطرها على الاطلاق الصحبه. الصحبه، الصحبه دي حاجه يعني اخطر ما يكون. يعني أنا بقول الكلام ده لكل من أراد يعني تأثيرها في كل المجالات على فكرة. عايز تحب ربنا؟ صاحب اللي يحب ربنا. ستعانى على حب الله عز وجل. عايز تستقيم على الطاعة؟ صاحب أهل الطاعة وأهل الاستقامة. صاحب اللي ما إلا على طاعة الله عز وجل. عايز تحافظ على ابنك وبنتك إن هم يستمروا في طاعة الله عز وجل. أراقب وفتش ونقب عن صحبتهم يعني عينيك كده في وسط راسك وعينيك يا كل ام في وسط راسك مين صحبه بناتك؟ مين صحبه ابنائك يا اخي في الله؟ دي اخطر حاجه لمساله الثبات بيصاحبوا مين؟ بيكلموا مين؟ بيقابلوا مين؟ بيتصلوا على مين من زملائهم او زميلاتهم؟ طبعا زم... 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 زميلات البنات وزملاء الاولاد. قضيه خطيره جدا لان الصحبه دي يعني لو الولد صحبته صالحه باذن الله سيعان على الصلاح ولو صحبته العكس سرعان ما ينهار يعني ممكن يكون تاثير الصحبه على ابنك او بنتك اخطر من تاثير البيت اخطر بكثير وكما قيل الصاحب ساحب للمرء وقائد الصاحب ده بيسحب الانسان لطباعه يعني الصاحب له طباع بيسحب الشخص لطباعه هو خدت بال قضيه خطيره جدا ادي لكم مثل قبل ما اقول الاحاديث قصه مشهوره ومؤثره جدا جدا قصه شله وكلمه شله دي كلمه يعني استعمالي ليها او المشهور في العرف ليها ان هم مجموعه صاحبهم على اخلاقيات معينه غالبا بتكون الاخلاقيات دي مش مظبطه قوي فالمهم واحد من الصحبه دي من المجموعه دي دب حب القران في قلبه وحب الايمان واهتدى وعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى ولما عرف طريق ربنا صار بيستمتع بالقران الكريم خدتوا بالحضره ده القران ده حاجه مبهره على فكره مبهرة، بس مين اللي يعرف؟ احنا عايزين نفوق نفوق ونوقظ في قلوبنا حب القرآن، قضية من أخطر القضايا. ما نقدرش نعيش من غير القرآن. فالمهم زي واحد من الشباب يعني أول ما التزم صلى في مسجد كده فسمع كان اللي الإمام ده الكلام ده يعني هو اللي قال الكلام ده بيقول لقيت الإمام راجل كده ملتحي وكان أول مرة يدخل مسجد امامه واحد ملتحي كده ومن السنيين ده كلام زمان يعني فبيقول كان بيقرا بصوره قاف فبيقول يعني كنت مستمتع جدا جدا بصوره قاف وسعيد بها جدا هو طالب في الجامعه يعني في رابعه تجاره مثلا فبيقول سعيد جدا جدا ومستمتع بيقول من شده انبهاري بالقران اللي بيقرا ظننت ان ده مصحف خاص بالملتزمين خدت بال حضرتك؟ مصحف خاص بالملتزمين المتدينين عشان كده هم متدينين. بيقول لي بيقول لان مستحيل المصحف ده يكون في ايدين الناس العادية ويبقوا بعيد عن ربنا. انتوا خدتوا بال حضراتكم من من المعنى المهم ده؟ بيقول المصحف ده مستحيل يكون في ايدين الناس والبنات بيعملوا كده في نفسهم والولاد بعيد عن ربنا بيقول انا مستحيل يكون المصحف ده المصحف اللي عندي في البيت. بقول انا ما تخيلش ان هو لان لو هو اللي عندي في البيت وانا ما بهتديش لطريق ربنا ده يبقى انا كده في قمه الضياع سبحان الله هو كده القران الكريم القران كنز عظيم جدا فالاخ اللي اللي بدا يتدين ده من صحبته تعلق قوي بالقران وبعد اسبوعين راح لصحبته وقال لهم يعني عايز كنتوا حبايبي وانا بحبكم وعايزكم تدوقوا الطعم الجميل اللي انا ذقته طعم الطاعه وطعم الهدايه وطعم الالتزام فالمهم احبابي في الله طبعا هم رفضوا قالوا له لا واحنا انت خلاص انت من سكه واحنا من سكه ومش عاجبنا طريقك ده فهو انطلق وبعدين يعني الشيطان كده اوحى اليهم وقال لهم طب ايه رايكم نتسلى عليه جري وراه وقالوا له يا فلان يا فلان أيوة تعالى تعالى عد معانا كلمنا عن الدين وكلمنا عن القرآن يمكن نهتدي وهم نيتهم إن هم يتريقوا عليه ويفتنوه عن طريق التدين والالتزام فتعاللنا لنا ليلا فالمهم ذهب إليهم وليته ما ذهب قعدوا في شقة طبعا ما قالوا له الشقة هم متعودين يقضوا فيها المعاصي والذنوب وقعدوا معاه وبعدين قالوا له طيب احنا هنخرج نجيب عشاء عشان ما عدناش نخرج ونصلي مع بعضنا قيام الليل انت اللي انت قاعد بتكلمنا عنه وأعطوا مفتاح الشقة بعد ما خرجوا لفتاة من الفتيات اللائي كانوا يمضون معهم أوقات في معاصي الله تبارك وتعالى فدخلت فلا زالت به وهو يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا ده غلطات وقع فيها اجري اهرب ابعد افتح الشقه واخرج يعني ما فيش لا زالت به حتى شرب كاس خمر ولما شرب كاس خمر شرب التانية والتالتة سكر هو خدوا بالكم ان هو رايح يعمل ايه؟ رايح يهديهم رايح يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى شوفوا صحبة السوء ازاي بتدمر الانسان ثم ارتكب معها الفحش والعياذ بالله عز وجل جم بعد كده وجدوا هذا الشاب نايم الضحكات والتعليقات والسخريات ما بيصحاش دخلوا وجدوه عاري كما ولدته امه مغطى بملاءه يحركوه ما بيصحاش يحركوه اذا به قد مات شفتوا حضراتكم مات لسه امس اخر النهار جاي لهم عشان يكلمهم مع ربنا وياخد بايديهم لطريق الهدايه ففتنوه وختم له بأسوأ خاتمة والعياذ بالله كل ده بسبب إيه؟ إيه اللي أضع عليه؟ إيه اللي دمره؟ إيه اللي ضيع آخرته؟ الصحبة الصحبة السيئة. فأنا بقول لحضراتكم ده مثل من أمثلة الواقع دلالة على شدة تأثير الصحبة على الصاحب. شدة التأثير وده كلام كلام حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله اي على دين صاحبه فلينظر احدكم من يخالل حديث كلنا حافظينه وكلنا عارفينه بس للاسف ما بنطبقش لان في توجيه الرجل على دين خليله دين صاحبه فاذا كان صاحبه في دينه رقه في دينه ضعف فهو هيبقى ضعيف زيه يعني انت لما تصاحب واحد اخلاقياته مش مظبوطه طب ما انت هتبقى وقتا ما اخلاقياتك زيه لما تصاحب واحد اخلاقياته عاليه ان شاء الله هتبقى زيه فتصاحب انسان متدين ملتزم بيحب ربنا هتبقى زيه وهكذا فده الصحبه لها تاثير خطير جدا جدا الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يعني ايه ده التوجيه التوجيه اللي كتير مننا ما بينتبهش ليه اللي هي مساله تطهير الصحبه يعني ايه تطهير الصحبه تطبيق كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده معناه ان احنا نقف ننظر ونتامل في اصحابنا من الذي يقربنا الى الله فنبقي عليه ومن الذي يبعدنا عن الله عز وجل فنلفظه نبعد عنه ما نصحبوش واحد هيهلكك هيدمرك هيدمر اخرتك تبقي عليه ليه تدمر أخريتك ليه ما ينفعش يا احبابي وده اللي اللي ما يعملش كده بيخالف كلام النبي عليه الصلاه والسلام والعاقبه هو المسؤول عن نفسه انت ما بتسمعش توجيهات حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حر انت المسؤول عن نفسك فلا بد ان نقف مع توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى ده نظر في الصحبه الماضيه ونظر بقى في الصحبه المستحدثه ما تصاحبش الشخص على اساس خفة ظله ولا ظرفه ولا إنه هو كلامه يعني ولد مؤدب وجنتل مش مش دي الأسس إنما الأسس اختيار الصاحب الصاحب ده هيقربك من ربنا ولا يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى دي, دي الأصول المهمة اللي ينبغي علينا إن احنا نؤصلها في حياتنا وكما ذكرت لحضراتكم يعني أعتقد ممكن يكون الكلام كان ضمني شوية في حاجات اسمها التأسيس لمعاني مهمة في حياتنا قضية أخطر قضية وأخطر مفهوم وأنا عايز المفهوم ده يعني يدخل قلب كل واحد مننا منهجية حياة تأسيس لقواعد في الحياة قواعد لأن احنا على سبيل المثال أدي لحضراتكم مثل بسيط جدا جدا لو جينا مثلا نقول الوضوء الوضوء حضرتك بتتوظف اليوم كام مره خمس مرات على الاقل وممكن يبقوا سبع مرات مره للضحى ومره لقيام الليل انما ممكن وضوء لكل صلاه قول يا سيدي المتوسط خمس مرات خمس مرات وضوء ركز بس معايا خمس مرات وضوء آه الشهر كام يوم 30 يعني 150 مرة وضوء في الشهر 150 طيب في السنة كام؟ 1800 مرة وضوء في السنة 1800 طيب لو فيه سنة من سنن الوضوء فقط ما بتعملهاش يبقى 1800 سنة والسنة بعشر حسنات مثلا يعني يبقى كام ألف وثمانمية مية وثمانين ألف مية وثمانين ألف حسنة في السنة بتضيعها بضياع سنة طب أنا متأكد إن كتير مننا لو راجع وضوءه هيلاقي نفسه سايب تلات أربع سنن ولو راجع صلاته هيلاقي نفسه سايب خمس ست سبع سنن يعني عشر سنن سيبها طيب اضرب كده عشرة في ألف وتمنمية مية وتمانين ألف كمان عشرة حسنة بعشر أمثلة يبقى كام اه مية وتمانين ألف تمنتاشر مية وتمانين ألف مليون وتمنمية ألف تقريبا كل ده في السنة كل ده في السنة بحاجات بسيطة جدا جدا يعني يعني احنا بسهوله جدا ان احنا لما نراجع وضوءنا ونراجع صلاتنا ونضبطها على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مليون وثمانمائة ألف حسنة في السنة بنضيعها تقريبا طب في عشر سنين بكام وفي عشرين سنة بكام وممكن أصلا الإنسان يوم القيامة ممكن حسنة واحدة هي اللي تكون سبب نجاته لذلك أنا بقول مبدأ التأسيس التأسيس للعمل مبدأ مهم جدا جدا إنك تقاعد الوقت أنا هتوضى هفضل أتوضى طول عمري يبقى أنا أصلح وضوئي هقعد أصلي طول عمري يبقى أصلح صلاتي وأصلي صح طيب احنا هتقول لي ده كتير بلاقي الصلاه فيها حاجات كتير الوضوء فيه حاجات كتير حضرتك هتقعد شهر واحد بس لغاية ما تتعود وهتبقى الحاجات دي كلها في سجيتك وطبيعتك وهتعملها وانت مش بتحس بيها ان هي عبء اطلاقا يبقى مبدأ التأسيس لحياتك انا عايز برضو نحط من مبدأ التأسيس لحياتك من تصاحب لان دي من اخطر القضايا يبقى تلقائيا كده بتلقط من اللي يتصاحب من اللي ما تصاحبش بلا ادنى معاناه وحددت الشخص ده وعامله في حدود العمل وفي حدود الارتباط اللي انا اتحطيت غصب عني معاه، الشخص ده في حدود الجوار، الشخص ده في حدود كذا، الشخص ده اصاحبه ده ينفع صاحب، ده يقربني الى الله عز وجل، ده صحبته كنز كنز، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول انا اعرف الف اخ في الله ألف واحد أعرفهم وأسماء آبائهم وأماكن دورهم ده مين؟ عمر بن الخطاب ألف واحد مصاحبه في الله وكلهم عارفهم وعارف أسماء آبائهم وعارف هم ساكنين فين ليه عمر بن الخطاب بيختار الصاحب وطبعا كان زمان عمر أصلا زمان يعني زمان عز والصلاح فيه منتشر ف... ف وكان أحمد بن حنبل إذا سمع عن رجل صلاحا أحب معرفته وأحب الصلة به هي كده أحبابي في الله فإحنا محتاجين إن احنا نعيد نظر في الصحبة الصاحب لما يكون صاحب يعينك على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل هو ده الصاحب اللي تصاحبه يبقى الصحبة الصالحة عرفنا الواجب الواجب اللي إحنا نعمله بعد نهاية الحلقة مباشرة نجيب ورقة وقلم ونجرد كده أسماء الأصحاب كل أخ وكل أخت أسماء الأصحاب واحد اتنين تلاتة عشرة حددنا الأصحاب يبدأ نحدد فلان ده صح فلان ده غلط على قرارات حاسمة لأن واحد يتسبب أنه يهلكك أنه يضيع آخرتك أنك تعذب في النار عشان إيه؟ الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين عدو عداوة المحبة دي مش محبة حقيقية دي محبة زائفة تقلب يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء شديدة جدا جدا طبعا هي بتبقى بقى مشكلة مشكلة كبيرة جدا لما يفاجأ الواحد أن صاحبته زوجته هي نفسها مش 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 بترفعه ده بتجرجره لتحت أو تفاجئ الأخت إن صاحبها اللي هو زوجها بيجرجرها لتحت هي دي المشكله الكبيره جدا جدا اللي محتاجه استعانه وصبر استعانه بالله عز وجل وصبر وربنا يصلحنا جميعا يبقى الصحبه الصالحه خمسه خامسا تعلم العلم الشرعي واحد بقى دلوقتي يا اخ او اخت مثلا يقولوا لي يا تعلم العلم الشرعي انت دلوقتي بتدخلنا في حاره سد يعني ليه بقى ده تعلم العلم ده حاجه صعبه و... وامتى هنتعلم والموضوع صعب ومشقه هقول لحضرتك ليه بتفهم إني لما اقول لك اتعلم علم شرعي انك مطالب انك تبقى زي الشيخ محمد حسان مثلا او زي الشيخ مصطفى العدوي مثلا أو زي أي شيخ من المشايخ اللي بتشوفها على الفضائيات مثلا ليه ليه معنى كده الموضوع مش, مش للدرجات دي الموضوع متعلق بأني لابد أن أتعلم حد أدنى من العلم لأصحح عبادتي لربي عز وجل لأني سأسأل كل واحد فينا سيسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة سيسأل هتتسئل يوم القيامة تعالى كده احنا كلمة ابن القيم رحمه الله ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة دي ونان لما وكيف لما يعني انت عملته ليه صلاة صيام صدقة حج عمر اي حاجة عملت ده ليه سؤال مهم جدا جدا ولازم تجاوب ربنا اللي بيسألك هتتسئل السؤال ده ليه عشان ايه عشان ربنا ولا عشان غيره الحاجه الثانيه كيف كيف يعني ايه يعني عملت ده ازاي لما تسال السؤال انت توضيت ازاي هتقول ايه وانا بسال اسئله بسيطه جدا جدا ده دي امثله ونماذج الموضوع كبير طبعا اتوضيت ازاي هتقول ده سؤال <applause> انا توضيت زي ما الناس بتتوضى طيب يسالك ربنا أنت كنت بتصلي إزاي؟ برضه نفس الكلام دي بديهية ده زي زي ما الناس بتتوضأ أقول لك على حاجة زي ما الناس بتعمل بتنفع تكون إجابة تقولها قدام ربنا؟ ينفع؟ أقول لك الإجابة النموذجية أغشش حضرتك وحضرتك الإجابة النموذجية لما ربنا يسألك أو ربنا يسألك اتوضيت ازاي لازم تقول زي النبي صلى الله عليه وسلم صليت ازاي لازم تقول زي النبي صلى الله عليه وسلم دي الاجابه النموذجيه وما ينفعش اجابه غيرها اي اجابه غيرها غلط خلاص عرفت الاجابه؟ خلاص سهله جدا نقولها هقول لحضرتك بقي حاجه فرض نفسها ازاي النبي كان بيتوضا وازاي النبي كان بيصلي وانا بقول دي امثله ده كده بقى ده مفروض في كل حاجه في حياتنا هنسال نفسنا السؤال ده لان لما نتسئل قدام ربنا لازم نقول زي النبي عليه الصلاه والسلام حضرتك وحضرتك عارفين ازاي النبي كان بيتوضا وكان بيصلي وكان وكان واحد يقول طب يعني انا مش عارف بالظبط طب ايه رأيكم نعرف بالظبط نعرف بالظبط ازاي ان احنا نتعلم هو ده بقى اللي انا بقوله العلم الشرعي الحد الادنى من العلم الشرعي تقولي طب لازم ايوة انا معاك لازم شيخ ولازم حد يعلمك وحد يعلمك لابد طب افرض لو مفيش شيخ انا هقول لحضراتكم على الحد الادنى اللي تقدر تتعلمه لوحدك ماشي واللي يستشكل عليك اسال اي طالب علم او اي شيخ انما لازم نتعلم لازم رقم واحد تفسير القران حياتك هتختلف تماما ونفسيتك ومعنوياتك هتختلف تماما مع كتاب ربنا القران اللي لما بتمسكه عشر دقايق وبتحطه بتسيبه مش بتقدر تواصل القراءة فيه من أهم أسباب حطتك للمصحف دي إنك مش فاهم حاجات كتير فيه لو فهمت الآية دي معناها إيه هتنهمك وتندمج في قراءة القرآن الكريم لأنك هتعيش إمتاع مستمتع بقراءة القرآن وانت فاهمه وانت مندمج كده مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده كله زي من خلال التفسير طيب التفسير ده قصة كبيرة وموضوع كبير لا أنا هديلك على كتاب واحد مفسر القرآن كله مجلد واحد فقط ومجلد واحد وفي حجم المصحف وفي عدد صفحات المصحف كتبوا المصحف بحجم صغير وسابوا هامش جانبي وهامش تحت اسمه التفسير الميسر لنخبه من العلماء. رقم الايه وتفسيرها انا عايز حضرتك تقرا تشوف رقم الايه وتروح تقراه الاول وتحاول تفكر يا ترى معنى الايه ايه وتحاول تفكر فيها مع نفسك هتبقى كده تحفزت انك عايز تعرف ايه معناها تروح بقى بعد كده تقرا معنى الايه في الكتابه اللي هم كاتبينها والتفسير اللي هم كاتبينه ده هيتحقق لك اعلى استفاده من كتاب ربنا طيب نقرا قد ايه نص صفحه بس في اليوم مش هتاخد من حضرتك او من حضرتك عشر دقائق فقط نص صفحه والجمعه اجازه هيبقى كده عندنا ست ايام بثلاث صفحات فقط ثلاث صفحات طيب ثلاث صفحات يعني الشهر كام؟ 12 صفحة يعني نص جزء يعني رمضان الجاي نص القرآن يخلص تفسير هنبدأ من البقرة يبقى هنوصل للكهف تخيلوا يبقى ده النص والنص التاني السنة الجاية يعني خلال سنتين بس مرين على تفسير القرآن كله وفهمنا القرآن كله واحد يجي وده من باب النصيحة يجي في يوم من الأيام حاسس بقى أن هو إيه يعني نشيط وعايز ياخد له كده جزء أو حاجة لا نص صفحة لا تزيد ما تزودش ليه؟ لأن الزيادة دي هتعمل لك إحساس بأن فيه عبء أن جلسة القرآن عبء شيء في الله شعور أصلا بتحسه فأنا عايز نص صفحة فقط يا أحبابي نقراها وحضرتك لو اب تجمع عيالك حواليك وانتي حضرتك لو ام تجمعي الاسره حواليك تجمعوا المهم نتجمع نعملها قاعده ونقرا ونفسر نص صفحه بس في عشر دقائق او اقل يبقى ده منهج التفسير اتنين منهج الحديث الأربعون النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين حاجه بسيطه جدا جدا لو هناخد صفحه خمس دقائق ده احنا بنتكلم في حاجات يعني انا بجيب لحضراتكم يعني مستوى صعب جدا جدا ان حد ما يقدرش يعمل كده يعني مستحيل ده يكون فوق قدرات حد صفحة من تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الاربعين النووية وانا لو اعرف كتاب اقل من كده كنت قلت لحضراتكم الاربعين النووية كده تفسير وحديث يا سلام لما نخلص الحاجات دي كلها طبعا كتاب التعليقات هيخلص خلال شهر يعني لو هم واصلين كل يوم او اقل كمان يعني او شهر شهرين رقم ثلاثه العقيده العقيده كتاب لمعه الاعتقاد لابن قدامه المقدسي كتاب بسيط خالص نحاول نقرأه هتقف علينا حاجات دي بقى نسأل فيها العلماء نسأل طلبة العلم ويا سلام لو حضرتك كده تروح لواحد يعني طالب علم يشرحه لك في قعده أو قعدتين وبعد كده تدندن فيه مع نفسك شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي كتاب من أجمع وأروع الكتب كتيب صغير جدا جدا قد كده يا أحبابي كتاب صغير جدا طيب يبقى كده كام قلنا كام قلنا ثلاثة أربعة السيرة آه حبيبك النبي لازم تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام والله ممكن تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر كتاب من كتب السيرة اللي هو الرحيق المختوم تسيب الشوال في الأول الحياة الاجتماعية والحياة الحياة السياسية والعرب وأقسامهم وابدأ من مولد النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ لك صفحتين بس في اليوم قراءة بس بس عايز وحضرتك بتقرا السيره تحط في اعتبارك قاعده كده تبص على ملامح تضحيه النبي من اجل الاسلام عليه الصلاه والسلام بذل النبي من اجل الدعوه ونشر الاسلام ليه عشان مقام حب النبي يزيد في قلبك عليه الصلاه والسلام يبقى الرحيق المختوم لسه رقم خمسة اللي هو الفقه ان احنا نتعلم الطهاره نتعلم الصلاه في كتاب برضو اسمه الفقه الميسر زي التفسير الميسر اعداد نخبه من العلماء الفقه الميسر اعداد نخبه من العلماء لازم تقرا الحته دي اعداد نخبه من العلماء لان الاسامي دي موجوده لناس ثانيه فده نخبه من العلماء مجموعه والحقيقه انا بحترم لما يبقى مجموعه علماء بتبقى الحاجه امتن من ان يبقى واحد بس من العلماء هو اللي عاملها ده يعني جمله انما طبعا ليست قاعده مضطرده دائما فالفقه الميسر كتاب رائع غاية في الروعة يعني الحقيقة كتاب مختصر وموجز قوي بس جميل جدا جدا نقرأ فيه ولو حد يشرحه لنا يبقى أفضل يبقى الوقت العقيدة لمعة الاعتقاد الفقه الميسر الاتنين دول لو حد يشرحهم لك يبقى أفضل إنها ممكن تفهم وتدندن فيه إنما الأفضل إن حد يشرح لك أعيد تاني أسماء الكتب فقط يا ريت بقى اللي ما جابش اللي ما كتبش يكتب معايا التفسير الميسر نص صفحه في اليوم التعليقات على الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين نقرأ لنا صفحة كده في اليوم الرحيق المختوم نقرأ صفحتين في اليوم وأنا بقرأ عيني على ملامح التضحية من أجل الإسلام ومن أجل الدعوة عند النبي عليه الصلاة والسلام رقم أربعة لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رقم خمسة الفقه الميسر لاعداد نخبة من العلماء، نتعلم العلم ونبدأ بصغار العلم قبل كباره، ما تجيش حضرتك أول ما تيجي تقرأ مثلا في الفقه تقرأ في المغني مثلا، زي أخ من الإخوة قال لي سألت شيخ من المشايخ عايز أقرأ في الفقه، قال له عليك وعلى المغني، عليك وعلى المغني طب ماشي المغني شيء جميل وشيء رائع بس حضرتك هتقرأ لما تلاقي نفسك قعدت شهرين ثلاثه ولسه ما قطعتش الا حته قد كده في الطهاره هتتعقد اصلا وهتحس ان الفقه ده حاجه كبيره لا نبدا بصغار العلم قبل كباره مغني شيء جميل ونيل الاوتار شيء جميل بس البدايه بيها هتبقى فيها مشقه على الناس يعني مشقه كبيره شويه اه اه يبقى دي من من قواعد العلم من قواعد العلم على قد بس الكتب اللي انا قلتها لحضرتك يعني ممكن مع نفسك تدندن فيها شويه فيش فيها اصطلاحات فقهيه قويه اوي موجود برضو انما الافضل ان حد يكون معاك آآ آآ نبدا بصغار العلم قبل كباره نبدا على ايد شيخ يعلمنا تعلم العلم تعلم العلم الشرعي صدقني هيفرق كتير جدا جدا في نفسيتك في شخصيتك في تركيبتك هنلاقيك بقيت انسان مختلف تماما وهتعرف ازاي تعبد ربنا وهتعرف ازاي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى هتستفيد فوائد جمة العلم هيثبت قلبك العلم له بركة ربنا عز وجل سيفتح على قلبك بأرق وأجمل المعاني وانا عايز اقول ان المنهج هو اللي انا قلته ما يعديش ساعة في اليوم اعملها يوم ويوم لو مش هتقدر كل يوم ما يعديش ساعة في اليوم انما والله سيفتح لك فتحا عظيما جدا ومش بعيد انك بعد ما تخلص المنهج ده تبقى عندك طموح لحاجه اعلى انك بقى تروح لطالب علم او شيخ من المشايخ يبدا يظبط لك منهج علمي فتبقى ان شاء الله باذن الله الكلمتين اللي قلتهم لك دي نواه انشاء داعيه من الدعاء تعلم العلم العلم الشرعي مش هطاول في الحتة دي أكتر من كده وش هتكلم كتير عن فضل العلم فدي مسألة يعني معروفة وإن شاء الله يبسط أنا عايز بس أركز على الكلام العملي يبسط في محل آخر بإذن الله عز وجل آه يبقى كده خمسة ستة المحاسبة ودوام المراقبة إنك تحاسب نفسك وتراقب نفسك وتجعل من نفسك على نفسك رقيبا عبد بيحاسب نفسه هيعرف هو رايح فين عبد بيحاسب نفسه هينتبه سريعا للتقصير في الطاعه وينتبه سريعا للوقوع في المعصيه لانه بيحاسب نفسه كان كثير من الصالحين يحاسبون انفسهم. لكن عايز ابدا النقطه دي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يعني هناك حلقه او حلقتان قلتهم على قناه الرحمه ممكن تلاقوهم ان شاء الله على الانترنت بعنوان احترس انت مراقب انا بس ساكتفي باشاره هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل الذكي اللي بيفهم الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت عمل للقاء ربنا إنه هيقابل ربنا فحاسب نفسه وقف أمام نفسه محاسبها حسابا شديدا تعرفين زي بالضبط اثنين تجار مشتركين في تجاره بيحاسبوا بعضهم او كما يحاسب الغريم غريمه حاسب نفسه ايوه انت عملت كذا وما عملتش كذا وقصرت في كذا حساب شديد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق وفي روايه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله يعني ايه؟ بيعمل اللي هو عايزه ويرتكب المعاصي زي ما هو عايز ويتمنى على الله، نقول له يا اخي ارجع توب لربنا ما ينفعش عمايلك دي في فيقول ربنا غفور رحيم، ده بني ادم احمق اللي ما نفسه ده اللي سايب نفسه يعمل اللي هو عايزه ونيجي نقول له يعني اتقي الله يرجع لربنا يقول يا سيدي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يهدينا احنا لسه صغيرين، زي واحد بقول له بكلمه في المسأله ايوه يا عم احنا لسه صغيرين لسه شاب صغير هو الموت يميز بين صغير وكبير؟ الموت يميز بين صغير وكبير يعني اخبرني بعض الناس عن طفل من اللي هم دعاة المستقبل عرضوا الناس الناس تاثروا بهذه بهذا الحدث كان في حلقة بالامس في نفس التوقيت ده تقريبا في على قناتنا الحبيبة قناة الرحمة لدعية من دعاة المستقبل طفل يعني توفاه الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى أنا طبعا ما أعرفش لا أعرف الطفل ولا أعرف أهله إنما الناس من تأثرهم وبكائهم قالوا لي الكلام ده فأدعو الله عز وجل حقيقة يعني فرصة نحن ندعي ربنا سبحانه وتعالى أدعو الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى يا ريت كلكم أحبابي في الله ت ت ت تؤمنوا لأن طبعا أنت لما تكون مربي طفل وما شاء الله نبغى وبيخطب وحافظ القرآن الكريم وحافظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ده حاجة تفرحك فأدعو الله عز وجل أن يجعله ذخرا لأمه وأبيه وأن يصبر أمه وأباه اللهم صبر أمه وأباه يا رب العالمين وارحم جميع موت المسلمين وبالمناسبة أيضا يعني في برضو طفل مريض سبحان الله رزقه بقى تذكرته عبد الرحمن حسام ربنا عز وجل يعلمه أنتم ما تعرفوش ربنا يعلمه ابن واحد صاحبي مريض جدا ومحتاج للدعاء الحقيقه مرض شديد اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك اللهم ابدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه اللهم يا ربنا عافه واعف عنه واعف عن والديه وصبر ابوه وامه وجدته يا رب العالمين فانا بقول يا احبابي في الله ال ال الانسان بقى ما, ما يقعدش عايش بعيد عن ربنا وتيجي تقول له اتقل قول ده لسه الموت لا يميز بين صغير وكبير الولد اهو طفل كان بالداعيه الى الله عز وجل ومات ما يميز ابدا الموت قالوا آه لي في الكنترول اسمه عبد الفتاح اللهم ارحم عبد الفتاح واجعله ذخر لوالديه ويعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني صورته أمامي على الشاشة اللهم يا ربنا صبر والدي اللهم صبر والدي يا رب العالمين اللهم اجعله زخرا لهما في الدنيا والآخرة رب العالمين اللهم اخلفهما خيرا منه برحمتك يا أرحم الراحمين أحبابي في الله فما تجيش تقول لي أنا لسه صغير حاسب نفسك وراقب نفسك وقف أمام نفسك حاسب حساب الملكين كما يقولون المسألة مسألة خطيرة جدا يا أحبابي كان أحد السلف الصالح الربيع بن حسين كان في كل صباح يحضر قرطاسا ورقة وقلما فإذا تكلم بكلمة كتبها وإذا فعل فعلا كتبه وفي المساء يحاسب نفسه ويقول لما قلت كذا يا ربيع لما فعلت كذا يا ربيع ده بني آدم عاقل يحاسب نفسه وكان ابن دقيق العيد كان يقول أنا منذ أربعين سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله شايفين أحبابي في الله أربعون سنة قاعد بيحاسب نفسه على كل كلمة قبل ما يقولها طب أنا لما أقف قدام ربنا دلوقتي هقول له إيه قبل ما يقولها بيقول لو قلتها وقفت قدام ربنا دلوقتي هقول له إيه في جواب يتكلم ما فيش جواب ينفع ما يتكلمش يريد كلنا قبل أي فعل وقبل أي قول نعمل كده لو إحنا ماشيين بالمنهجية دي في حياتنا وأنا لسه بقول لحضراتكم فكرة تأسيس في حياتنا لو مؤسسين هذا المعنى في حياتنا اللي هو المحاسبة ودوام المراقبة النفس اللوامة بنلوم نفسنا بنحاسب نفسنا مركزين مع نفسنا والله العظيم هنبقى حاجة تانية خالص يعني عايز دي منهجية في الحياة في كل حاجة واهم الحاجات علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى تحاسب نفسك قصرت في حد زعلت حد عملت المعصيه دي قصرت في الطاعه دي سبت الطاعه دي ضاعت منك صلاه الجماعه ضاعت منك تكبيره الاحرام سبت النهارده صلاه الضحى سبت النهارده على حسب بقى الم... سبت وردي كذا الاذكار لسه ما قلتهاش مبدا المحاسبه حينما نؤسس له ويبقى في حياتنا هتنضبط حياتنا وهنثبت على طاعة الله عز وجل وبالتالي المآل العظيم اللي بينتظرنا جميعا اللي هو ثمرة الاستقامة ان الملائكة تنزل تبشرك وانت على فراش الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. الدقيقتين اللي لسه في الحلقة هاخدهم في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إلى أن تنتهي حلقتنا أدعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير وأن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارض عنا اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا أبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم. اللهم ارحم موتانا، انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. ربنا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ثبِّتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله